إن من أعظم ما قد يمن الله تعالى به على العبد المؤمن في الحياة الدنيا هو أن يحبه الله تعالى وأن يحب هو ربه سبحانه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا أحب الله تعالى عبدا يسر له أسباب حياته الدنيا فكان فيها سعيدا وكان فائزا في الآخرة، لكن الله تعالى اشترط لذلك شروطا، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فعلى العبد المؤمن الذي يريد أن يحبه الله وأن يحبه وربه كما يجب أن يكون ذليلا رحيما عطوفا بالمؤمنين، وأن يكون شديدا قويا عزيزا أمام الكفار والمتجبرين، وأن يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عند ذلك يصل المؤمن إلى هذه المرتبة العظيمة، يحبهم ويحبونه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحبهم الله تعالى وأحبوه ففازوا في الدنيا وفازوا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.